الانطباع متاعي سلبي جدا، لان الدستور هذايا يتميز بشكله اللي نجم نسميه دستور السادات والروح الماورديه، لو نفهمك علاش. ثم اعتبره دستور وتحريف وتكييس التاريخ. ثلاثة، أعتبره أنه يمثل دستور العموم، وأنه دستور المستبد المتمحور حول رئيس الجمهورية، وأنه دستور ينتسب شيئا ما إلى الإسلام السياسي، وأنه في الأخير لم يكترث بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية، خلافا لما قيل من قبل الذين ساهموا وشاركوا في إعداده،